عندنا اعتقد فيديو لبعض لاعبي مصر الدوري المصري بيتحدثوا عن انطباعاتهم عن منتخب مصر الوطني. انا شايف المنتخب ماشي بتوفيق، ولكن مش ماشي باداء كويس. اتمنى ان هو ان شاء الله باذن الله ياخد البطوله، ولكن يعني في وجود الظروف اللي موجوده ديت والمنتخبات القويه، انا شايف ان المنتخب فرصته صعبه جدا في حصول البطوله. شايف المنتخبات المرشحه انها تفوز بالبطوله اكيد مع المنتخب المصري مين؟ الجزائر ونيجيريا فريقين اقوياء جدا. من وجهه نظرك مين اللاعب اللي لفت نظرك لحد دلوقتي في البطوله؟ في منتخب مصر طارق حامد. ما بقاش في فرقه ضعيفه في افريقيا، كل الفرق بتلعب كوره. طبعا نتمنى احنا طبعا التوفيق لمنتخبنا بالمكسبين اللي فاتوا دول، ونتمنى ان هو في الادوار اللي جايه يبقى اداء احسن من كده، وربنا يكرمنا والبطوله تبقى موجوده عندنا ان شاء الله. الناس متوسمه كتير في اداء المنتخب لان في لعيبه كتير كويسين جدا، بس هي ديت البدايه. يعني في منتخبات كتير لسه مستواها ما ظهرش، بس انا متوقع ان هو الاداء هيبقى كويس الماتشات الجايه. اما تدخل كمان في الادوار النهائيه دور ال 16 لا هتلاقي الاداء بيعلى، كل ماتش هتلاقي الاداء بيعلى اكتر من اللي قبله، وهيظهر لعيبه كتير كويسه وهيظهر اللعيبه على مستواها الحقيقي. البطوله حاجه يعني لمصر حاجه جميله جدا، افتتاح ما شاء الله ما فيش احسن من كده، ممكن يكون احسن افتتاح احنا شفناه في البطوله دي قبل كده. ومنتخب مصر الحمد لله وقت 6 بونت، فاضل لنا ماتش باذن الله ان شاء الله نكسب، ان شاء الله نصعد اول مجموعه باذن الله، ربنا يكرمنا في الاخر بالبطوله باذن الله. مين المنتخب اللي لفت نظرك وشايف ان هو يعني مرشح قوي وممكن يسبب قلق لمنتخب مصر؟ المغرب، الجزائر، السنغال. انا اتفرجت امبارح على الماتش بتاع السنغال والجزائر، ماتش جامد جدا. منتخب المغرب، منتخب الجزائر كسب، وهم الاثنين الفريقين دول ومعاهم المغرب، دول يعتبر الثلاث منتخبات اللي هينافسوا مع مصر باذن الله. اهم حاجه في المنتخب اللي احنا نصعد من اول مجموعه، وبعد كده نفكر بقى ناقصنا ايه، عايزين ايه، نعمل اداء ازاي، بس اهم حاجه نجمع النقط ونصعد ان شاء الله. شايف المنافسه صعبه في ظل وجود منتخبات قويه واسماء كبيره تالقت في الدوريات الاوروبيه وبتلعب في البطوله مع منتخباتها؟ طبعا، وبالذات الفرق المنتخبات الافريقيه دلوقتي ما فيش لعيب فيهم مش محترف بره مصر، بره بلدهم، فدي حاجه كويسه. المنافسه كويسه، المنافسه دي كويسه بالذات للمنتخب المصري، وبعدين منتخب مصر برضو فيهم عناصر قويه وعناصر بقت محترفه وكويسين. البدايه في اول ماتش ما كانتش كويسه قوي، بس ده طبيعي في اي بطوله او اي حاجه مجمعه بيبقى البدايه مش كويسه، بس ان شاء الله نأمل الفتره الجايه وعلى قد المسؤوليه، لان هم بيمثلوا 100 مليون مصري، فاحنا كلنا في ظهرهم، لعيبه مشجعين كلنا في ظهرهم، ونتمنى يعملوا حاجه وياخدوا البطوله ان شاء الله، خصوصا على ارضنا يعني ان شاء الله. المنتخب اللي لفت نظرك وشايف انه منتخب قوي يخوف؟ في السنغال والجزائر. بصراحه المنتخبين دول منتخبين كويسين جدا، وشايفهم هيبقوا منافسين جامد على البطوله مع منتخب مصر ان شاء الله. الكره في افريقيا اتطورت عن الاول، البطوله فيها منتخبات قويه، من النتائج انت بتشوف امبارح الجزائر بتفوز على السنغال في مباراه قويه، منتخب مصر بيحقق المكسب بصعوبه قدام الفرق، كل الفرق عندها تكتيك وشغل عالي، فالبطوله صعبه، بطوله صعبه ومش متوقع مين ياخدها، يعني الامور هتبقى صعبه على كل المنتخبات يعني ان هم يحصلوا على البطوله. مش زي ما كنا متوقعين يعني، بس ان شاء الله هيبقى كويس يعني الفتره الجايه. شايف المنتخب قادر في ظل المنافسه القويه والمنتخبات القويه اللي شفناها والاداء اللي شفناه؟ ملعبنا حتى لو بيلعب بمين قادر ان شاء الله، احنا بنلعب على ملعبنا يعني. المنتخب اللي لفت نظرك وشايف ان هو منتخب يخوف بلغه الكوره؟ في السنغال وفي الجزائر وتونس، الثلاثه دول.